لتعليق أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف القائد الميداني بعملية بركان الغضب محمد العريق. ورحب بك بداية سيد محمد. سيد محمد، أطلعنا عن الصورة عامة حول آخر المستجدات العسكرية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله سيدي فاضل وحيا الله مشاهديك الكرام. أهلا بك. يعني الحمد لله، يعني المجرم الحرب حفتر ومن يسانده من القوات الغازية. لعلي أعطيك نبدأ مختصرة عن الثلاث أيام الماضية. يعني أكثر من 100 قتيل، بينهم 56 ليبي و14 جندي مصري و10 مرتزقة روس و20 من الجنجويد. هذه هي المحصلة النهائية لقتلى مجرم حرب حفتر من يوم الجمعة والسبت والأحد، يعني الأيام الثلاثة الماضية. أما اليوم يعني بعد الهجوم التي شنته قوات المجرم حفتر ومن يسنده من القوات الغازية، يعني حقيقة من الأيام الماضية أخذوا بعض المواقع من قواتنا، يعني ولكن اليوم تم، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وشباب بركان الغضب، تم استعادة جميع المواقع وأجرها اليوم يعني في محور إزارة. تم استرجاع يعني عمارة الياسمينة وشارع الشجر وكذلك طريق الأبيار وجامعة وكذلك بقرب من جامعة طيبة، والآن الأمور يعني ما شاء الله تم استرجاعها وتم يعني استهداف عرب 23 وكذلك عرب مزرعة. هذا اليوم يعني في محور إنذارة، وباقي المحاور يعني أمس يعني تم استرجاع كافة المحاور، والآن الشباب يعني يتمركزون في أماكنهم. اليوم يعني كذلك قامت يعني فريق الكورنيت يعني باستهداف عربة تحمل أربع أشخاص، شخصيات مهمة. إلى الآن ننتظر أخبار، يعني الأخبار من تغنى يعني عن أسماء هذه الشخصيات يعني. نعم، أشكرك سيد محمد العريق.